قلبي تفطر كني شبه شظايا والعين ما ذاقت لذيذ الرقادية. في يوم جمعة جات حمر البلايا واختارت أمي مهجتي والفؤادية. هي أمه أبد حب السكن في الحنايا لكن عسى نلقى شي يوم التنادي لكن عسى نلقى شي يوم التنادي. يلا دعيتك يا كريم العطايا يا مطلع ما في صدور العبادي، دعيت من قلبي بصدق النوايا تجيب دعوة من يظل ينادي. ترحم لنا أمي يا إله البرايا واغفر لها ما خط حبر المدادي، واجعل سكنها جنتك والبقايا يا من خلقت الكون فوق الشدادي. كتب كلماتها ضيف الله بن عوض حسن الرملي منيف من أبناء محافظ مارب مرثية بعد وفاة والدته الغالية رحمة الله تغشى روحه. أداء الشاعر أبو عزة إبراهيم. يالله دعتك يا كريم العطايا يا مطالع ما في صدور العباد. يالله دعتك يا كريم العطايا يا مطالع ما في صدور العباد. دعيت من قلبي بصدق النوايا تيجي بدعوة من يظل ينادي. يا قال ضايف الله عوض يا المنايا حسبي على عيش الله في كل بادي. قلبي تفطر كني شبه شظايا والعين ما ذاقت لذيذ الرقاد. في يوم جمعة جات حمر البلايا واختارت أمي مهجتي والفؤاد. صدمة علينا مثل ما تلفجايا لكن قضى ربي ولا بحنادي. يمه كلامش لا ذكرته دوايا انسى همومي كلها والعوادم. يا كم سمعنا من لسانش حكايا بالنصح دايم كلها والرشادي. يا كم رعايتينا بعمر الصبايا باللين والرحمة وكل السداد. يا كم رعيتينا بعمر الصبايا الليلة والرحمة وكل السداد. يا كم عطيتينا ويا كم هدايا من يدش اللي قد غمالها الوداد. البيت فاقد ليش بكل الزوايا يرثي ومعلن من وراش الحدادي. كنت لي الشمعة نهار الغشايا وكنت ضياع كوني وكل اعتمادي. الأم والله ما مثلها غنايا بلسم جروح العايل هو الضمادي. يما عبد حب السكان في الحنايا لكن عساني لقاش يوم التنادي. يالله يا عالم وسامع ندايا يا من خلقت حيها والجمادي. ارحم لنا أمي يا إله البرايا واغفر لها ما خط حبر المداد. واجعل سكنها جنتك والبقايا يا من خلقت الكون فوق الشداد. وادعيك يا الله لا تخيب رجايا تحفظ لنا أبويا السند والجوادي. واختم حرافي بالنبي والهدايا طه شفيع الخلق يوم الطرادي.